يوسف معانا الفنان يوسف الشريف. برافو برافو. فخامة الرئيس، حضرة السادة الحضور، أهلا بحضراتكم. وجودي قدام سيادتك يا ريس شرف كبير ليا. وجودي هنا وسط أبطال قادرون باختلاف أنا بعتبره تكريم بالنسبة لي. في الحقيقة أنا لما بيجي لي دور في أي عمل درامي بحاول على قد ما أقدر أجتهد وأذاكر الشخصية اللي هلعبها، أعرف كل تفاصيلها. ولما جات لي الفرصة إن ألعب دور راجل فاقد لحاسة البصر في مسلسل الصياد كنت محظوظ جدا. لأني وأنا بذاكر الشخصية قابلت ناس كتير من اللي محطوطين في الاختبار الصعب ده. وبصراحة كلهم ساعدوني واتكلموا معايا في أدق التفاصيل. وكان ليهم فضل كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى في إني أقدر ألعب الدور بالشكل اللي حضراتكم شفتوه في المسلسل. وسألت نفسي ساعتها سؤال، يا ترى الناس اللي ساعدتني واللي ليها دور في نجاح المسلسل هم نفسهم قدروا يتابعوا المسلسل؟ طب يا ترى في كم شخص ما وصلوش اي عمل فني ولا الرساله منه؟ علشان كده انا سعيد وفخور جدا بمشروع الوصف الصوتي الاوديو ديسكريبشن، المشروع اللي هيخلي الاعمال الدراميه في الفتره اللي جايه فيها وصف صوتي لكل مشهد وكانك شايفه بالظبط. وخير مثال على المشروع ده ان احنا عملنا فعلا وصف صوتي لحلقة ملحمة البرث من مسلسل الاختيار، لأن دي واحدة من القصص اللي لازم توصل لكل مصري.